أعتقد أنه أهم شيء يطلب من الحكومة الجديدة إن شاء الله بعد ما تنال ثقة البرلمان الوضوح، الشفافية، التواصل المباشر مع الجماهير. عندنا ملفات هامة جدا، يمكن أبرزها مواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية والدواء، أيضا التعامل مع الملفات الهامة اللي بتمس المواطنين زي التصالح وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، قانون الأحوال المدنية، يعني العديد من القوانين والتشريعات ننتظرها من الحكومة القادمة. والأهم من ذلك كله على رأس الأولويات هو التواصل المباشر مع المواطنين للتخفيف من حدة الإصلاح الاقتصادي. أنا بشوف أنه من أكبر ملفات اللي لازم يشتغل عليها طبعا الملف الاقتصادي. مصر محتاجة دعم اقتصادي قوي جدا وبرامج مختلفة بفكر استثماري فعلا عشان نقدر نجذب استثمار ونقوم مصر من الكبوة اللي هي فيها. أي نجاح في الاستثمار هيصب في بطاقة الصحة والتعليم. المرحلة تتطلب تحقيق عنوان كبير جدا اسمه إيه؟ اسمه رضا المواطن. يعني نصيحتي للحكومة الجديدة أن تنتقي الملفات التي تمس الحالة المزاجية والمعيشية اليومية للمواطن وتشتغل عليها بقوة شديدة جدا. ماشي، المشروعات التنموية والمشروعات التوسعية مهمة جدا لبلدنا طبعا في المدى القريب والمدى البعيد، ولكن استقرار وطن يحتاج لرضا المواطن في الوقت الحالي. التواصل السياسي هي يعني مهمة جديدة لوزارتنا، بنتشرف بحمل هذه المسؤولية. التواصل السياسي بيقتضي فتح الأبواب والنوافذ مع جميع الكتل في المجتمع، من أحزاب، من منظمات وكيانات شبابية. الأحزاب هنا سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان، من نقابات، من اتحادات. كل ده برضو لما بقوله بالتنسيق مع الوزارة المعنية. يعني احنا يعني مثلا لو في حاجة مع وزارة يعني لها اختصاص او لها صلة بنقابة، احنا ايضا هنبقى موجودين مع الوزارة المعنية. الحقيقة انه بحجم التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي بتعاني منها الدولة المصرية سيكون هناك مهمة أصعب أمام التشكيل الحكومي الجديد. أنا أعتقد أنه الأسماء الموجودة في التشكيل لها ثقل جيد جدا في خبراتها، واختياراتها كانت بعناية شديدة جدا ليكون أدائها مختلف ومتميز الفترة القادمة. ولكن في النهاية ننتظر من هذا الثقل ومن هذه السيرات المشرفة أن يكون لها أداء متميز يناسب أحلام وتحديات الدولة المصرية. الحقيقة الحكومة عليها أعباء كبيرة جدا، لأن في تحديات صعبة بتواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية. محتاجين من الحكومة أن هي الحقيقة تخطو بذات الخطى اللي بيخطوها السيد رئيس الجمهورية، اللي بيصل الليل بالنهار من أجل تنمية الوطن ومن أجل التخفيف على المواطن المصري. احنا محتاجين ان البنية الاساسية اللي تمت في الفترة اللي فاتت وقامت بها الدولة المصرية وعلى رأسها مجال الزراعة، من توسعات افقية تمت، من تطوير في وسائل الزراعة، من استخدام لتقنيات جيدة في استنباط انواع البذور وغيره. التكلفات اللي كلفها السيد الرئيس الجمهورية للسيد رئيس الوزراء من ضمن اهدافها الاهتمام ببناء الانسان، التعليم والصحة. احنا موازنة العام الحالي فيها 1.5 تريليون للتعليم والصحة، 1 تريليون للتعليم ما قبل الجميع والجميع والبحث العلمي، 1.5 تريليون للصحة. ده يعني بيعبر عن اهتمام الدولة ببناء الإنسان وعلى رأس التعليم والصحة. عشان كده تم تعيين نائب رئيس الوزراء أيضا من الاهتمام بالصناعة والنقل. يعني في من ضمن التكلفات النمو الاقتصادي، تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، جذب الاستثمار سواء كان استثمار خارجي أو داخلي. تشكيل الحكومة ربما جاء في ظروف دقيقة، في ظل تحديات ضخمة للغاية، ضغوط اقتصادية، ضغوط أمنية بتشهدها البلاد، وبالتالي الحكومة القادمة لديها ملفات ساخنة، لديها مطالب للمواطنين، مطالب ضاغطة مثل ارتفاع الأسعار والكهرباء والتضخم. كل هذه الملفات الحقيقة بنتطلع ان احنا ننجح في بالتعاون والتنسيق البيني ما بين الحكومة بعضها وبعض، وما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكي نقدم للمواطن جزء من احتياجاته.
احتياجاته وطموحاته في هذه المرحلة، مع أهمية الحفاظ على الأمن القومي للبلاد في تلك المرحلة الدقيقة.